السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ونبغي نرحب بالناس اللي التحقوا بالقناة مؤخرا، نقول لكم مرحبا بكم، الله ييسر امركم نتوما وكاع الناس اللي هما متبعين القناة. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله، قبل ما نبدا نسجل كنت ناوي انني غادي نحط 5 ديال البانيلي لان ضروس صغار، ولكن جاني الفيديو غيكون طويل وممل، فدرت غير 3 ديال البانيلي اللي غنتعرفوا عليهم اليوم. غنشوفهم بالكويتس ديالهم، غير ان الكويتس ولا لي دوماندي ديالهم ما طلعوش ليا بالشكل باش كنت كنحطهم في المره الاولى في الفيديوهات السابقه. كوميندي عندي لي دوماندي مخلطين ما بين الفيرو والفالسو، ولكن كل درس راه غنحط ليا لي دوماندي الخاصين به. وحنا دائما رحنا مازال في الكابيتولو رقم 1، نهار كان اولا في المرات اللي انا كندير شي درس خارج على الكابيتولو رقم 1 راه كنشير ليه في الفيديو، كنعلم كنقول بان هذا الدرس راه ماشي من الكابيتولو رقم 1. اذا ندوزو مع بعضنا نشوفو هاد 3 ديال البانيلي، نتعرفوا عليهم وتعرفوا ايضا على الشرح ديال الدرس ودي الكويز ديالو. بانيلو بيرميتشي بيريكولوزي، يعني هذا البانيلو راه هو عباره عن واحد اللافته خاصه بالناس اللي هما كينقلوا البضائع الخطيره. سينيالانو فييكول كي ستانو ترسبورتاندو ميرشي بيريكولوزي، هاد اللافته كتشير الفييكول اللي هما كيكونوا كينقلوا واحد النوع ديال البضائع، وهذيك البضائع كتكون من نوع اللي هو خطير. ديفونو يسيري في الساتي، خاص هاد البانيلو كيكون ثابت او متبتينو دافانتي دياترو، يعني كيكون في الامام وفي الخلف ديال الفييكول، ما كنكونوش متبتين غير واحد اولا ملصقين غير واحد، ضروري كيكون القدام ديال الفييكول وايضا اللور ديال الفييكول، حيت هاد البانيلو قلنا كيشير لواحد البضائع او لواحد الماده اللي حنا هزينا خطيره، وبالتالي خاص الناس اللي هما جايين انفاس معنا يشوفوها ويعرفوا باننا حنا راه هازين ماده خطيره، وايضا الناس اللي هما جايين من الخلف ديالنا او من اللور ديالنا. هذا هو علاش كيكون عندنا واحد القدام وواحد اللور. سونو انتيغراتي، يعني هاد البانيل اللي هما كيكونوا بهذا الشكل سونو انتيغراتي، كيكونوا مرفوقين كون دوي سيري دي نوميري، كيكونوا مرفوقين بجوج المجموعات ديال الارقام، لان كيف كنلاحظوا في البانيلو عندنا الفوق جوج الارقام والتحت 4 الارقام، يعني ما عندناش غير رقم، يعني سيري دي نوميري مجموعه من الارقام. انديكاتي دي تيبو دي بيريكولو، كيشيروا لينا النوع ديال الخطر، هاد الارقام كيشيروا لواحد النوع ديال الخطر. الى ماتيريا ترسبورتاتا، وكيشيروا ايضا الماده اللي هي منقوله او اللي حنا هازينها وغاديين بها. هذا هو الدرس ديال هاد البانيلو، ولكن باش نوضحوا البانيلو مزيان ونفهموه بشكل اوضح ونعرفوه فعلا اشنو باغي يقول لينا، غادي نشوفوا من خلال هاد الصوره هذه، لان هاد الارقام راه ما محطوطاش من فراغ، ماشي غير بانيلو ومحطوطين ارقام وصافي، راه كتكون ارقام مختلفه كنقدروا نلقاو هذا، وكاينين ارقام وحدين اخرين، ولكن حنا في المنوالي اولا ملي كنكونوا كنحافظوا كيحطوا لينا غير نوع واحد، وهو هذا اللي عنده الرقم ديال 33 و 1203. الا حنا فهمناه راه غنعرفوا الارقام الاخرين ايضا اشنو كيعنيوا لينا الا لقيناهم. بحال مثلا هاد الصوره اللي هي قدامنا، هذيك 33 ولا 33 تيبو دي بيريكولوزيتا، كتعني لينا النوع ديال الخطر، ملي كنشوفوا 33 كنعرفوا النوع ديال الخطر اشنا هو. النوميرو 33 ستا بير الينتامينتي انفيامابيلي، هاد 33 كتعني لينا باننا راه الماده اللي حنا ناقلينها انفيامابيلي قابله للاشتعال. 1203 غنهبطوا للرقم اللي هو لتحت، ايدنتيفيكاسيوني نومي سوستانسا، كيقول لينا اولا كيحدد لينا اسم الماده، هذيك 1203 الناس المختصه كتشوفها كتعرف الاسم ديال الماده اشنو هي، او نوميرو اونو، اولا نقدروا نقولوا عليه النوميرو اونو هو واحد الرمز دولي، بحال بغينا نقولوا هذا النوميرو اونو هو كيكون رمز دولي معروف كاع في الدول. هاد 1203 اش كيعني؟ كيعني لينا لا بنزينا، الى شلنا لتحت عطينا 1203 يعني لا بنزينا، ملي كنشوفوا هذا الرقم كتعني بان هذوك الناس راه هازين معاهم لا بنزينا. ملي كيكون الرقم مختلف وكيكون 1202 كنكونوا هازين الغازوليو، وملي كيكون عندنا الرقم 1223 هنا كنكونوا عارفين بان راه هذاك الانسان اللي ملصق هذا البانيلو هاز داك الكيروزيني اللي هو واحد الماده مستخلصه من البتروليو، البتروليو غريجو. يعني قد ما تغير علينا عندنا الرقم قد ما كتغير الماده اللي حنا هزينا معانا،
وحنا غير باش نوضحوا باش نفهموا، انا حطيت لكم هذه الصوره ووضحت لكم اكثر، هذا الشيء ما غاديش تلقاوه في لي دوماندي، ولكن مزيان اننا نعرفوه ونفهموه اكثر. كويندي هذا الرقم راه ما محطوطش من فراغ، هذا الرقم راه كيكون محطوط ومعترف به دوليا، باش الانسان ملي كيكون هاز هاد شي ماده من هاد المواد، الله يحفظ جرات لي شي حادثه ديال السير او لو وقعت لي شي حاجه شعلت مثلا العافيه، فان البوليس او الشرطي ملي كيجي كيعيط للفيجيلي ديال فوق وكيعطيهم هاد الرقم، وهما جايين كيكونوا جايبين معاهم الماده اللي هي غادا تساعدهم في انهم مثلا يعتقوا هذا الموقف او لا يطفيوا هذاك الحريق ولا، يعني عارفين جايين هما عارفين مع اش من ماده او لا اش من خطر هما غادي يتعاملوا به، فكيكونوا جايين على هذا الاساس. اذا هذا راه كيكون عالمي وفي جميع الدول عندو نفس المعنى، وكيكونوا عارفين رجال الشرطه وكيكونوا عارفين الفيجيلي ديال فوق. هذا هو الدرس وهذا هو الشرح ديال هذا البانيلو، غندوزو نشوفو الدرس اللي من بعد منه ان شاء الله. الدوماندي ديال هذا الدرس هما عباره عن ثلاثه ديال لي دوماندي، يعني ماشي كثار. البانيلو ارانشوني ريتروفليتينتي ان فيغوري، يعني هذا البانيلو هذا اللافت اللي هي باللون البرتقالي اللي اللون ديالها ريتروفليتينتي بمعنى كيعكس الضوء، ان فيغوري بحال اللي عندنا في الصوره واخا ما عندناش في لي دوماندي، ولكن الصوره كانت عندنا في الدرس. سينيرا فيكول كيستانو ترانسبورتاندو ميرشي بيريكولوزي، كيشيروا لواحد الفيكول اللي هو كيكون كينقل بضائع الخطيره. هنا الدوماندا فيرو قلنا البانيلو ارانشوني كيضمن دوي سيري دي نوميري، عنده جوج المجموعه جوج او المجموعه ديال الارقام 33 كتشير التيبو ديال الخطر اللي عندنا، اللي هو كنعرفوه بانه راه واحد الماده انفيامابيلي اللي قابله للاشتعال. الرقم اللي تحت منها كيشير لينا على الاسم ديال هذيك الماده اللي هي قلنا لا بنزينه، اذا حنا هذاك البانيلو راه كيشير لينا على النوع ديال ان هذاك البيكول راه هاز واحد الماده خطيره. طوماندا فيرو البانيلو ان فيغورا سينيال اي ترانسبورت دي ميرشي بيريكولوزي، يعني هاد اللافته راه كتشير على ان هذيك البيكول راه هاز لي ميرشي خطيره. تقريبا طوماندا بحالها غير الصيغه اللي كتختلف، طوماندا هنا فيرو ايضا. البانيلو ارانشوني ريتروفليتينتي ريبرودوتو ان فيغورا، يعني هاد اللافته البرتقاليه اللي هي اللون ديالها ريتروفليتينتي ريبرودوتو، المعنى ديالها هي كتستنس او تستنسخات مثلا ان فيغورا، بحال اللي بغي يقولنا بحال اللي مصور عندنا في هاد الصوره. ايكول لوكاتو بوستيريورمنتي بير سينيالاري كاريكي سبورجينتي بيريكولوزي، كتكون لاصقه في الخلف ديال هذاك الفييكولو اللي هو باش تشير ان راه هذاك الفييكولو هاز معاه واحد الغرض اللي هو خارج من من من, من هذاك الفييكولو وكيشكل واحد الخطر. هنا فالسو هاد الارقام كيشكلوا او لا كيشيروا لتواجد واحد الخطر في هذاك الفييكولو، وكنعرفوا بانه راه هاز ماده خطيره. 33 كي قلنا النوع ديال ديك الماده راه قابله للاشتعال، والرقم اللي تحت منها كيكون كيبين شنو هي هذيك الماده اللي هي لا بنزينه. وهاد الارقام راه موضوعه بشكل عالمي، يعني في العالم كله، يعني واحد الحاجه اللي هي واحد الكود تشي انترناسيونالي، يعني واحد الشفره عالميه الناس كلها عارفين، وسيغتو الناس الشرطه والفيجيلي ديال فوق. باش كيف قلنا في الشرح ديال الدرس الا وقعت شي حاجه وكانوا جايين الفيجيلي ديال فوق كيكونوا عارفين اش من ماده باغيين يتعاملوا معها، وبالتالي كيكونوا مجهزين نفسهم ليها. اذا هادو هما لي دوماندي راهم ساهلين، غندوزو نشوفو الدرس اللي من بعد منه. بانيلو بيرميتشي بيريكولوزي، يعني هاد البانيلو راه هو عباره عن واحد اللافته خاصه بالناس اللي هما كينقلوا البضائع الخطيره. سينيالانو فييكول كيستانو ترانسبورتاندو ميرشي بيريكولوزي، هاد اللافته كتشير الفييكول اللي هما كيكونوا كينقلوا واحد النوع ديال البضائع، وهاديك البضائع كتكون من نوع اللي هو خطير. ديفونو يسيري في الساتي، خاص هاد البانيلو كيكون ثابت او متبتينو دافانتي دياترو، يعني كيكون في الامام وفي الخلف ديال الفييكول، ما كنكونوش متبتين غير واحد او ملصقين غير واحد، ضروري كيكون القدام ديال الفييكول وايضا اللور ديال الفييكول، حيت هاد البانيلو قلنا كيشير لواحد البضائع او لواحد الماده اللي حنا هزينا خطيره، وبالتالي خاص الناس اللي هما جايين انفاس معنا يشوفوها ويعرفوا باننا حنا راه هازين ماده خطيره، وايضا الناس اللي هما جايين من الخلف ديالنا او من اللور ديالنا. هذا هو علاش كيكون عندنا واحد القدام وواحد اللور. سونو انتيغراتي، يعني هاد البانيل اللي هما كيكونوا بهذا الشكل سونو انتيغراتي، كيكونوا مرفوقين كون دوي سيري دي نوميري، كيكونوا مرفوقين بجوج المجموعات ديال الارقام، لان كيف كنلاحظوا في البانيلو عندنا الفوق جوج الارقام والتحت ربعه الارقام، يعني ما عندناش غير رقم، يعني سيري دي نوميري مجموعه من الارقام.
indicati di tipo di pericolo che kishiru lina noi di il khatar had al arqam kishiru l wahed noi di il khatar e la materia trasportata o kishiru aidan il madda li hiya manqula aw li hna hazinha w ghadi nbi'a hada huwa al dars dial hada al panelo walakin bash nwaddahu al panelo mzyan w nfahmuh bshkel awdah w nعرفوه fi'lan ashno baghi yqul lina ghadi nshufuh min khilal hada al sura hadi لان هاد الارقام راه ما محطوطاش من فراغ ماشي غير بانيل ومحطوطين ارقام وصافي راه كتكون ارقام مختلفه كنقدروا نلقاو هذا وكاينين ارقام وحدين اخرين ولكن حنا في المانوالي اولا ملي كنكونوا كنحفظوا كيحطوا لينا غير نوع واحد وهو هذا اللي عنده الرقم ديال 33 و 1203 الا حنا فهمناه راه غنعرفوا الارقام الاخرين ايضا اشنو كيعنيوا لينا الا لقيناهم بحال مثلا هاد الصوره اللي هي قدامنا هذيك 33 ولا 33 tipo di pericolosità كتعني لينا النوع ديال الخطر ملي كنشوفو 33 كنعرفو النوع ديال الخطر اشنو هو il numero 33 sta per allentamenti infiammabili هاد 33 كتعني لينا باننا راه الماده اللي حنا ناقلينها infiammabili قابله للاشتعال 1203 غنهبطوا للرقم اللي هو لتحت identificazione nome sostanza كيقول لينا او لك يحدد لينا اسم الماده هذيك 1203 الناس المختصه كتشوفها كتعرف الاسم ديال الماده اشنا هي او نوميرو اونو او لا نقدروا نقولوا عليه النمره النوميرو اونو هو واحد الرمز دولي بحال بغينا نقولوا هذا النوميرو اونو هو كيكون رمز دولي معروف كاع في الدول هذا 1203 اش كيعني كيعني لينا لا بنزينا الى شلنا لتحت عطينا 1203 يعني لا بنزينه ملي كنشوف هذا الرقم كتعني بان هذوك الناس راه هازين معاهم لا بنزينه ملي كيكون الرقم مختلف وكيكون 1202 كنكونوا هازين الغازوليو وملي كيكون عندنا الرقم 1223 هنا كنكونوا راس عارفين بان راه هذاك الانسان اللي ملصق هذا البانيلو هاز داك الكيروزيني اللي هو واحد الماده مستخلصه من البتروليو البتروليو غريجو يعني قد ما تغير علينا عندنا الرقم قد ما كتغير الماده اللي حنا هزينا معانا وحنا غير باش نوضحوا باش نفهموا انا حطيت لكم هذه الصوره ووضحت لكم اكثر هذا الشيء ما غاديش تلقاو في لي دوماندي ولكن مزيان اننا نعرفوه ونفهموه اكثر كويندي هذا الرقم راه ما محطوطش من فراغ هذا الرقم راه كيكون محطوط ومعترف به دوليا باش الانسان ملي كيكون هاز هذا شي ماده من هاد المواد الله يحفظ جرات لي شي حادثه ديال السير اولا وقعت لي شي حاجه شعلت مثلا العافيه فان البوليس او الشرطي ملي كيجي كيعيط للفيجيلي ديال فوكو كيعطيهم هذا الرقم وهما جايين كيكونوا جايبين معاهم الماده اللي هي غادا تساعدهم في انهم مثلا يعتقوا هذا الموقف او لا يطفيوا هذاك الحريق ولا يعني عارفين جايين هما عارفين مع اش من ماده او لا اش من خطر هما غادي يتعاملوا به فكيكونوا جايين على هذا الاساس اذا هذا راه كيكون عالمي وفي جميع الدول عندو نفس المعنى وكيكونوا عارفينه رجال الشرطه وكيكونوا عارفين الفيجيلي ديال فوكو هذا هو الدرس وهذا هو الشرح ديال هذا البانيلو غندوزو نشوفو الدرس اللي من بعد منه ان شاء الله اول دوماندا وكيف شرت من قبل راه لي دوماندي فيهم الفيرول فالسو لانهم قلال وهادو هما لي دوماندي اللي خرج ليا في هذا الدرس ما لقيتش الشكل اللي كنت كنديرو دائما اول دوماندا دورانتي لا تشيركولاسيوني خلال السير لي اوتوكاري لان هنا هذا البانيلو كيهضر لينا على الفييكول مع انه في الدرس حاطين لينا الفييكول اللي هو كيسوبيري 3.5 طن يعني محمل بالاغراض اذا هو الاوتوكاري لان الشاحنه هي اللي تقدر تهز هذا النوع ديال الاولى هذا الحجم من 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 الباجاج اولا من الكاريكو يعني خلال السير لي اوتوكاري هذا الفيكول كون ماسا ماسيما بيونو كاريكو سوبيريور ا 3.5 طن لاتي اللي هو كيكون ملي هذا الاوتوكاري ملي كيكون محمل راه كيكون كيفوت 3.5 طن ديفونو يسير سينيالاتي خاصو يكون كيتشار ليهم يعني هذا النوع من الفيكول وبهذا الوزن هذا خاصو يكون كيتشار ليهم بوستيريورمنتي من الخلف ديال هذاك الفيكول كون بانيلي بواحد اللافتات اللي هي كتكون ريتروفليتينتي ان فيغورا يعني اللون ديالها عاكس للضوء بحال اللي عندنا في فيغورا يعني بحال اللي كان عندنا في الصوره ديال الدرس اللي هو مصفر ومخطط بالاحمر او لا بانيلو كيكونوا كيتواجدوا فيه خطوط مائله بالاصفر والاحمر هنا الدوماندا فيرو لان هذا النوع ديال البانيلو اللي هو كيحتوي على جوج الالوان كيتشار ليه بجوج الالوان وعنده اللون ريتروفليتينتي يعني عاكس للضوء فهو خاص بالفييكول اللي هما كيكونوا كيسوبيريو 3.5 طن اذا هنا دوماندا فيرو
pannelli in figure, يعني هاد البانيلو اللي بالاصفر والاحمر سونو بوستي سور لا كاريجاتا، كيكونوا موضوعين في الطريق. كاريجاتا هي الكرسي منين حنا كندوزو بالفيكول ديالنا بير سينيالاري ونستاكل، باش يشيروا لينا على تواجد واحد العرقه اللي عندنا في الطريق. حنا دوماندا فالسو، هاد البانيلو اللي بالاصفر والاحمر خاص فقط بالفيكول اللي كيكون كيهز لي ميرتشي او للاغراض او للبضائع، وكيكون الوزن ديالو كيفوت 3.5 طن. اذا هنا الدوماندا فالسو. البانيلو ان فيغورا فاتشيليتا لانديفيدواسيوني ديال لا بارتي بوستيريوري دي اوتوكاري كون ماسا بيونو كارو سوبيريوري 3.5 طنيلاتي. يعني هاد البانيلو راه كيسهل لينا تحديد من الخلف ديال هذاك لوطوكار بانه راه واحد العباره عن واحد الفيكول اللي هو سميتو لوطوكار وعندو لا ماسا كتسوبيري 3.5 طن. يعني هاد البانيلو راه كيسهل لينا هاد العمليه، يعني بمجرد ما كنشوفوه بالاصفر والاحمر كنعرفو وكنحددو النوع ديال هذاك الفيكول اللي هو كنقولو راه لوطوكار، يعني فيكول كيسوبيري 3.5 طن. هنا الدوماندا فيرو البانيلو ان فيغور، يعني هذا البانيلو اللي عندنا في الصوره اللي كنقولوا دائما اللون ديالو بالاصفر والاحمر، انستالاتو بوستيريورمنتي اي ريموركي او سيمي ريموركي كون ماسا بيونو كاريكو سوبيريوري 3.5 طنيلاتي. هنا الدوماندا فالسو، هذاك الرقم ما تاخذوش بعين الاعتبار لانه كيشير كانت واحد الصوره كيشير لهذيك الصوره اللي هي الصوره كتحمل 3.304، يعني الرقم راه نوتشي انترانيانتي مع الدومندات. هنا الطوماندا اش كتقول؟ كتقول البانيلو ان فيغور، يعني هذا اللي بالاصفر الاحمر كيكون موضوع في الخلف ديال ريموركيو المقطوره اولا نصف مقطوره، اللي هاد المقطوره ولا نصف المقطوره كتكون الوزن ديالها اكثر من 3.5 طن. هنا فالسو، لان هذا اللي كيتوفر اولا كيتميز بجوج الالوان خاص فقط بالفييكولو الريموركيو سيمي ريموركيو. حنا غنشوفوا من بعد الدرس ديالو وعنده واحد البانيلو مختلف على هذا. لاسبورجينسا لوجيتودينالي ديال كاريكو، يعني الكاريكو ملي كنكونو هازينو وخارج عندنا بشكل طول، يعني الطول ديال هذاك الكاريكو فيس الطول ديال السياره ديالتنا فينو اي تري دي ديتشي ديال لا لونغيس، يعني حتى 3/10 من الطول ديال الفيكول، هادشي كنا شرحناه في الدرس في الفيديو السابق. هنا قال لك هذا النوع من هاد الفيكول اللي كتكون هازه واحد الحاجه ولا واحد الغرض عن الطول ديالو اكثر من الطول ديال الفيكولو، ولو انه كيتضمن الطول اللي هو محدد لينا ومسموح لينا، يعني حنا عندنا الحق نهزو واحد الحاجه كيكون الطول ديالها كبر من السياره ديالتنا، ولكن لا ميزورا كتكون هي 3/10 بالعبار ديال السياره. هادشي كنا كنا وضحنا كي قلنا في الفيديو السابق. بيرو هنا شنو كيقولنا؟ ديفي سير سينيالاتا ميديانتي اونو او دو بانيلي ان فيغورا، خاصو يكون كيتشار لهذا النوع من الكاريكو اللي هو كيكون اكثر الطول ديالو اكثر من السياره اولا من الفيكولو، خاصو يكون كيتشار ليه بواحد البانيلو اللي بحال هذا اللي بالاصفر والاحمر، اولا نقدروا نوضعو حتى الجوج بحال عندنا ان فيغورا، يعني بحال عندنا في الصوره. هنا فالسو، هاد لاسبورجينتي قلنا راح نشنا البانيلو ديالو كيكون بالابيض والاحمر. هنا عندنا بانيلو مستطيل واللون ديالو بالاصفر والاحمر، وهذا كيشير فقط للفيكول اللي هو كيكون الحموله ديالو اكثر من 3.5 طن. دابا غادي نشوفوا البانيلو اللي كيكون لاصق في الريماركيو، يعني ما نقبلش لنا هذاك اللي هو بين الخطوط الاحمر والاصفر وقلنا كيكون لاصق في الفيكولي. دابا نشوفوا البانيلو اللي هو كيكون لاصق في الريماركيو اللي هي المقطوره. بانيلو بير ريماركي اديبيتي ال ترسبورتو ميرشي كون ماسا بيونو كاريكو سوبيريوري 3.5 طنيلاتي، يعني هاد البانيلو اللي هو اللون ديالو الاصفر، يعني في غير اللون الاصفر، كيكون خاص بالريموركي بالمقطورات ادي بي تي الترسبورت اللي هما كيتستخدموا لنقل البضائع، وهاد الريموركي وهاد المقطورات اللي هي كتكون محمله بهاد البضائع كيكون الوزن ديالها كيسوبيري 3.5 طن. اللي كيكون عنده هاد الوزن هاد المقطوره اللي هي كتكون ديجا مجروره بواحد الفييكول، فالوزن ملي كيتفوت 3.5 طن خاصها ضروري يكون لاصق فيها هذيك المقطوره هاد البانيلو اللي بهذا الشكل هذا. فانو ابليكاتي نيلا بارتي بوستيريوري دي توتي الريموركي او سيمي ريموركي، يعني هاد البانيلو الاصفر كيكونوا محطوطين او لا موضوعين او لا مثبتين في الجزء الخلفي ديال هذاك الريموركي المقطوره او لا سيمي ريموركي او لا نصف مقطوره. هاد الجوج غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. بير ترسبورت دي كوزي كي سوبيرانو ابينو كاريكو لا ماسا دي 3.5 طنيلاتي، يعني اللي هاد المقطوره او لا نصف مقطوره
وهي محمله بالاشياء كيكون الوزن ديالها كيفوت 3.5 طن. فهما ملي كيفوتوا هذا الوزن ضروري عليهم يلصقوا هذا البانيلو باش يشيروا بان الوزن ديالهم راه اكثر من 3.5 طن. هذا البانيل شنو الدور ديالو؟ انديفيدوانو كويندي اون اوتو ترينو او اون اوتو ارتيكولاتو، كيميزوا لنا ايضا بغض النظر اولا بالاضافه الا انهم كيميزوا لنا الوزن ديال هذاك الشيء اللي غادي قدامنا، فهم ايضا كيميزوا لنا الفرق ما بين لوتو ترينو ولوتو ارتيكولاتو. وهذا الشيء كله غادي نعرفوه دابا ان شاء الله ملي غنكملوا هذا الشرح، غادي نوريكم اشنو هو الريموركي وشنو هو السيمي ريموركي وايضا شنو هو لوتو ترينو ولوتو ارتيكولاتو. سونو فلوريشينتي ريتروفليتينتي، يعني هاد البانيل اللي كيكون اللون ديالهم من النوع اللي هو كيعكس الضوء، بحيث كي قلنا من قبل ملي كيضرب فيهم هذاك الضوء اللي هو كيكون جاي من السياره اللي خلفهم اولا الفيكول اللي جايه من وراهم، فكيولي عندهم واحد اللون مشع كيكون كيبان بزاف وكيوضح بزاف. علاش دايرين لي هاد الميزه؟ هذا بير ميليوراري لا فيزيبيليتي دي فيكول كوي سون ابليكاتي، باش كيحسن من الرؤيه ديال هذاك الفيكول اللي هو ملصقهم. بمعنى وحنا جايين اي ريموركي ولا سيمي ريموركي ملي كيكون ملصق هذا النوع ديال البانيلي فحنا كيبان لينا اكثر، لان هو اللون ديالو فيه داك واحد الميزه انه كيعكس الضوء، وبالتالي كيولي اللون ديالو مشع اكثر. هذا هو الدرس، هادشي اللي كاتب لينا في الدرس. دابا غادي ندوزو نشوفو، كي قلت لكم غنشوفو اشنا هو الريموركي واشنا هو السيمي ريموركي. ملي كنسمعو هاد الكلمات بجوج باش غنميزو بيناتهم، يعني الا بانوا لينا في الصوره تقريبا حنايا بحال اللي واضح قدامنا دابا غيبانوا لنا اوكوال، غيبانوا لنا بحال بحال، ولكن الناس اللي كتستعمل الطريق كتسمع كتستعمل هذا النوع ديال الفيكول كيكونوا كيميزوه بحال مثلا الشيفورات السائقين. حنا ملي كنسمعوا ريموركيو، هذاك الريموركيو كنعرفوه بانه راه هو كيكون، لان ريموركيو هو مقطوره، فهذا الريموركيو راه كيكون ملصق مع واحد الفيكول اللي هو سميتو اوتوكار، بحال هذا بحال هكا. دابا هذا كيتسمى اوتوكار اللي هو فيه جزء واحد، ملي كيزيدوا عليه الريموركيو كيولي بهذا الشكل اللي هو فيه جزء الاجزاء، كيكون اللي عنده جوج لان تزاد عليه الريموركيو. فهنا ملي كي هذا الاوتوكار ملي كيتزاد عليه هذاك الريموركيو كيولي عنده واحد الاسم واحد اخر اللي هو كيولي سميتو اوتو ترينو. دائما اوتوكار زائد ريموركيو كيعطينا واحد الفيكول اللي هو سميتو اوتو ترينو، وهذا هو الشكل ديالو. ملي كنسمعوا سيمي ريموركيو اللي هي كتكون المعنى ديالها نصف مقطوره، فملي غادي تكون عندنا هذا النوع اللي نصف مقطوره فكنعرفوها بانها راه كتكون ملاصقه مع واحد الفيكول اللي هو سميتو تراتوري سترادالي، اللي هو هذا هو الشكل ديالو. دابا هذا ملي كيكون بوحدو كيسمى تراتوري سترادالي، ولكن هاد التراتوري سترادالي ملي كيزيدوا عليه هذاك السيمي ريموركي اللي هو كتكون كتعتبر نصف مقطوره، فهنا ملي كيزيدوا عليه هذاك النصف مقطوره اش كيولي؟ كيولي الشكل ديالو بحال هكا، وكيولي سميتو اوتو ارتيكولاتو، يعني شاحنه كبيره. هذا هو الفرق ما بين الريماركيو والسيمي ريماركيو، فمن الشكل ديالهم الناس كيعرفوا واش هذاك اوتو ارتيكولاتو اولا اوتو ترين اولا اوتو ترينو، عفوا بحال هكا كيبان لهم واش هو جزء واحد اولا جزء الاجزاء، وبالتالي غيعرفوا واش سيمي ريماركيو اولا ريماركيو. نتمنى نكون شرحت مزيان، حسيت براسي بحال دخلت الامور في بعضها. هذا هو الدرس وهذا هو التوضيح ديال ريماركيو سيمي ريماركيو. غندوزو دابا نشوفو الكويس ديال هادو، لان كان في بالي نحط واحد الدروس حنا اخرين، ولكن غنطول عليكم الفيديو غنكتفي بهذا القدر. غندوز نشوف الكويس ديالهم ونشوفهم ان شاء الله مع بعضنا. اول دوماندا وغنشير ايضا ان الدوماندي هنايا مع بعضهم الفيري والفالسي. سي الكاريكو سبورجي longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo، يعني الا كنا غاديين في واحد الفيكول معين وهازين معانا واحد الغرض او شي حاجه، وهذاك الغرض راه خارج بشكل طول، يعني الطول ديالو اكثر من الطول ديال الفيكول، وايضا كيكون العرض ديالو بحال العرض ديال الفيكول، يعني طويل على خارج على العبار ديال الفيكول، ولكن العرض بحالو بحال الفيكول بحيث مغطي داك الفيكول كامل. تقدر تكون قطعة ديال الخشب عريضة وأيضا طويلة. فهنا كيقولنا في هاد الحالة سي ديفونو أبليكاري، خاص هاد النوع ديال الفيكول اللي واز هاد الغرض بهذا الشكل خاصهم يكونوا واضعين ولا ملصقين دوي بانيلي ريتروفليتينتي إن فيكورا، جوج البانيلي بحال هادو اللي عندنا اللي هما اللون ديالهم ريتروفليتينتي، يعني كيعكسوا الضوء باللون أصفر بحال هاد الشكل اللي عندنا هنا. الدوماندا فالسو، فهاد الحالة كنكونوا حاطين
او جوج بانيلي اللي هما باللون الابيض والاحمر اللي كنا مشنا في الفيديو السابق. هنا ما كيعنيش لينا اننا خصنا نحطوا هاد البانيلي طوموند. هنا فالسو البانيل وين فيغورا ديف اسري ابليكاتو بوستيريورمنتي على اوتوبوس دي ماسا توتالي سوبيريوري 3.5 طنلات. يعني هاد البانيل اللي الشكل ديالو مستطيل باللون الاصفر كيكون موضوع في الخلف ديال الاوتوبوس النقل العام الطوبيس اللي هو كتكون الماسة ديالته توتالي يعني اجمالية كتسوبري 3.5 طن. هنا فالسو الطوبيس ما كيوضعش هاد البانيل وهاد البانيل خاص فقط بالريموركي وسيمي ريموركي اللي هما كيكونوا كيفوتوا 3.5 طن. طوموند هنا ايضا فالسو الكوندوشينتي كي ديفي كي فيدي البانيل ان فيغورا ستا سيغويندو الريموركي وسيمي ريموركي بير ترسبورتو دي كوزي كون ماسا بيانو كاريكو سوبيريوري 3.5 طنلات. يعني هاد الطوموند راها فيرو لان قلنا هنا كتقول السائق اللي هو كيشوف يبانو ليه هاد البانيل بهاد اللون اللي هو صفر مستطيل صفر راه غادي تابع واحد الفيكول اللي هو فيه ريموركيو وسيمي ريموركيو اللي هو كيكون كيهز الاغراض وكتكون الحموله كتكون كتكثر اولا كتجاوز 3.5 طن. يعني هنا الطوموند فيرو لان البانيل هذا هو الدور ديالو كيبين لينا بان احنا هذاك النوع الفيكول اللي حنا غاديين من وراه راه عباره عن ريموركيو وسيمي ريموركيو وكيبين لينا بان هذاك الريموركيو ولا السيمي ريموركيو راه لا ماسه ديالو كتسوبري 3.5 طن. كوين دي الطوموند هنا فيرو البانيلو جالو ان فيغورا. يعني هذا البانيلو اللافته الصفراء اللي شناها في الدرس بوستو نيل بارتي بوستيريوري كتكون محطوطه في الخلف ديال الريموركيو المقطوره انديفيدوا اون اوتو ترينو او اون اوتو ارتيكولاتو اللي هي كتحدد لينا واش هذاك الفيكول اللي غادي عباره عن اوتو ترينو ولا اوتو ارتيكولاتو. هنا الطوموند ايضا فيرو لان قلنا باش كنحدوها البانيلو اللي هو صفر يقول لنا بان عندنا ريموركيو وسيمي ريموركيو ولكن حنا باش نعرفوه راح نشناه في الشرح ديال الدرس ان الريموركيو كيكون لاصق في الاوتو كارو وكيعطينا على فيني اوتو ترينو كيكون عباره عن جوج الاجزاء. ان فيتشي الا شنا السيمي ريموركيو كنعرفوه بانه كيكون واحد تراتوري استرادالي وكيكون لاصق فيه هذاك السيمي ريموركي اللي هو كيعطينا اوتو ارتيكولاتيو كيكون عباره عن شاحنه او بحال كنقولوا حنايا رموك. هنا الا شنا جزء واحد في هذاك الفيكول كنعرفوا راه السيمي ريموركيو هذاك اللي لاصق في هذاك التراتوري استرادالي ولا بان لينا واحد الفيكول وعنده جوج الاجزاء كنعرفوا بان هذاك راه ريموركيو لان قلنا كيكون لاوتو كارو بيو الريموركيو اللي هو كيعطينا على فيني الاوتو ترينو. اذا هنا الدوماندا فيرو دورانتي لا تشيركولاسيون خلال السير ريموركي اي سيمي ريموركي بير ترسبورتو دي كوزي كون ماسا ماسيما بيانو كاريكو سوبيريوري 3.5 طنلات. يعني في خلال السير ريموركيو او السيمي ريموركيو اللي هما كيكونوا خاصين بنقل البضائع والحموله ديالهم كتكون كتفوت 3.5 طن ديفونو السيري سينيالاتي خاص يكون كيتشار ليهم بوستيريورمنتي كون بانيلي ريتروفريتيتي ان فيغورا خاصهم كيكون كيتشار ليهم بهذا البانيلي اللون ديالهم كيكون اولا كيكونوا في الخلف ديال هذاك الريموركيو السيمي ريموركيو وما كيكونوش لاصقين القدام وايضا كيكون اللون ديالهم عاكس للضوء بحال اللي عندنا ان فيغورا يعني بحال اللي كان عندنا في الصوره اللي هو الشكل ديالو بالاصفر. هادو هما لي دوماندي ديال هاد الدرس غنشوفو ان شاء الله الدرس اللي من بعده وايضا لي دوماندي ديالو غنكتفيو بهذا القدر مع انني قلت غندوزو للدرس اللي من بعد منه ولكن جاني الفيديو غيجي طويل بحال اللي قلت من قبل غيجي الفيديو طويل غيكون ممل فبارك علينا غير هاد ثلاثه ديال الطروس وان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نحاول ندير هاد جوج بانيلوات اللي باقين ورحنا دائما باقين غير في الكابيتولو رقم واحد. نتمنى الشرح يكون مبسط ودائما كنقول هاد المساله هادي. نقول لكم بالسلامة عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.